اهلا وسهلا ومرحبا بكم. والتيموسيد شكون يقدو الفنان الرقيق الشقيق تيموس؟ هيا اهلا بيك، هيا اهلا بيك. ما اسمعني، لا وقت سلام ولا وقت كلام. انا جيت اليوم سبيسمالمون باش نعمل ندي عاجل عاجل جدا، ونشكر كنوز افام من هالاذاعه هذيه اللي اعطوني فرصه نتكلم ونعبر فيها على مقصودي. هالسيدي مش عاجبني الحال، انا جيت اليوم باش نتكلم بلسان سيل كفتاجي وبلسان اختي المقلقل. مش عاجبني الحال يا سيدي، شهو لازانيا تترشق على الكورنيش، هو بيتزا في رودمير، هي وهك الخاين بطاطا ديما في البواطه نتاع النوي، واني اني هي الماكله التونسيه القديمه الاصيله، ما عنديش وجود. اي طلع شكون ين شكون انت الكسكسي التونسي؟ لا لا انت الكوكش البركوكش، انت البركوكش، انت الملثوث. لا 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 غلطوا، ما غير ما تقرا من الورق. المرمز. اي اسمعوني، المرمز. انت المرمز، اقسم بالله مرمز. المرمز. اول ما تبداو تطيبوني يا سيدي، كيف بن سيدي، تقليوا البصل في الزيت، ومن بعد تخلطوا عليا الضرب الصحيح اللي هو القديد، ومن بعد تزلقوا لي ثلاثة مغارف طماطم تاع ماكلة، وتنبزوني كالعادة بالماء لين هكاكا نعرق ونمرق، ومن بعد بتفوحوني على خاطر طلعت ريحتي، فوحوني بالفلفل الأحمر. طلعت ريحتك؟ طلعت ريحتي. فوحوني بالفلفل الأحمر والفلفل الأكحل، ومش برشا ملح على خاطر القديد ديجا باش يبدا يفركح وسيب البلح نتاعو. وتعاودوا تتمرقوني، وكي نبدا نغزل ونغزل وماكل بعض وماكل بعض ماكله، سكروا عليا الغاز وتخلطوا عليا اكل فروخ نتاع مدام حمص. هاي طلعتوا شكون يعني؟ محمص بالجديد. فوالا هذيك هي، اني هو محمص بالجديد. وتاكلوا لي وصحه لي وصحه لكم بالشفاء وشكرا. عاطي على الصبه نتاع الداله هي. لا لا بنينا يعطيك الصحه، معناها الاطروحه والطرح والماكلتنا التونسيه البنينه. هو ما فماش حاجه عملها تيموس مش قابله للاكل. معناها ان اليوم نقترح للساده المستمعين في تيموسيت انه يطيبوا فطور للسنهار ان شاء الله محمص بالقديد، خاصه في السخانه هذه تعاون. وهي معناها ماك تعرف تزيد تطلع في درجات الحراره. يعطيك الصحه تيموس على التيموسيت تاعك كل صباح. احنا باش نواصلوا مع الموسيقى، نذكروا الساده المستمعين فوالا، نذكروا العباد اللي يحبوا يربحوا معنا 100 دينار بونداشا من بي اس ام كول سنتر، يكلمونا على 73 233 500 ولا 73 233 555.